عوالق ترابية في مناطق مختلفة وزخات أمطار في المناطق الجنوبية وطقس حار في عموم المناطق والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة في عموم مناطق المملكة مع وجود فرصة لزخات من الأمطار على المناطق الجنوبية، وبالنظر إلى سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الرياح تنشط مع ساعات بعد ظهر هذا اليوم وساعات المساء في معظم مناطق المملكة. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية، ونود التنبيه أيضا مرضى جهاز التنفسي. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء مغبرة. درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 19 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة والأجواء في العاصمة الرياض أيضا، يوم الخميس والجمعة والسبت الأجواء تكون مغبرة، تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية في ساعات النهار، وتبقى الأجواء نوعا ما مغبرة في الليالي القادمة لتكون درجة الحرارة ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. وننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا. إسكاكا من 26 إلى 24، من 34 إلى 22، في تبوك من 38 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة أجواء حارة من 44 إلى 29، في الطائف من 34 إلى 23، في المدينة المنورة من 41 إلى 28 درجة مئوية ليلا، وفي جدة الأجواء صافية من 37 إلى 27 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية 32 درجة مئوية نهارا و19 ليلا، كذلك الأمر في الباحة من 28 إلى 21، في جازان من 35 إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام أجواء مغبرة من 38 إلى 30 درجة مئوية، في الإحساء كذلك الأمر من 41 إلى 30 درجة مئوية، وفي حفر الباطن من 38 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض من 42 إلى 28 أجواء مغبرة، بريدة أيضا مغبرة الأجواء من 42 إلى 28، وفي حائل من 36 إلى 24 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.